كنيسة الخضر في بيت لحم تحمل اسم القديس جورجيوس حامي وشفيع بلدة الخضر القريبة من مدينة المهد. يلتقي فيها المسيحيون والمسلمون معا لرفع الصلوات بصورة يتجسد فيها أروع صور الإخاء والمحبة بين المؤمنين من أبناء الأرض المقدسة. المزيد حول هذه الكنيسة في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوى. هنا كنيسة الخضر التي تحمل اسم القديس جورجيوس، تقع في بلدة الخضر بالقرب من بيت لحم. تجولت كاميرا نورسات في الكنيسة وساحات الدير الداخلية والخارجية، حيث يتوجه المئات من المؤمنين من مختلف المناطق في الأرض المقدسة ليتباركوا من هذا المزار المقدس الذي يعود لكنيسة الروم الأرثوذكس. أقيمت صلاة الخمس خبزات وسط حضور واسع من الكهنة والجوقة ومن المسؤولين والمؤمنين طالبين شفاعة القديس جورجيوس. يقدم المؤمنون النذور السنوية كتقديم الخبز المعروف بالقداس والتقييد بالسوار الحديدي لطلب الشفاعة وإضاءة الشموع المنذورة سنوياً، وتقدمت الزيت للقناديل، والكثير من العائلات التي تنذر أبنائها لارتدائهم ثوب الخضر الزي الأخضر اللون بعد مباركتهم والصلاة عليهم من قبل الكهنة. جينا على بلدة الخضر، على كنيسة مارجريس بلدة الخضر، كل سنة في 5/5 و6/5 من كل سنة بنحتفل بعيد مارجريس القديس جورجيوس اللابس الظفر، شفيع هذه البلد وهذه المدينة. ومنحب من هون نوصل رسالة لكل واحد اسمه جورج، جريس، جورجيوس، جوروجيوس، جورجينا، إن كلهم كل سنة منتم سالمين وإن شاء الله تنعادوا عليها بالصحة والسلامة للجميع. هنا في هذه الكنيسة نرى التآخي المسيحي الإسلامي، فالجميع هنا يؤمن بهذا القديس العظيم. أنا كل سنة باجي هون بزور الخضر لأني بحبه كتير وبآمن فيه كتير. كذلك نرى البازار السنوي الذي أقيم في الساحة الداخلية للدائر، والذي احتوى على عدة أكشاك متنوعة ضمت أيقونات وكتبا وشموعا وصور ومسابح والكثير من المنتجات ليعود ريعها لمدرسة الأحد. هون بنحتفل بعيد الخضر، طبعا عيد الخضر كل سنة بيكون ب6/5، بس ب5/5 هلا في عنا صلاة غروب بيقدموا القداديس ونذورة، فنحن حبينا السنة نعمل بازار خيري، طبعا قسم منه بروع ريعه لأعمال خيرية وقسم الثاني للخضر عليه السلام. هلا نحن بنستخدمه هذا بتصليح شويات للكنيسة، شغلات مثلا بيكون عندنا ندوات، شغلات مصروف، فكل هذا بيكون الريع يغطي. هذا القديس الذي نحتفل اليوم وغدا بذكرى انتقاله، أي ذكرى استشهاده من قبل الرومان في أيام الاضطهاد المسيحي للمسيحيين والمؤمنين في ذاك الوقت في القرن الثالث الميلادي. الدير بني على أماكن قد تواجد فيها القديس جورجيوس في طفولته، واليوم نأتي نعمل صلاة الغروب وغدا القداس الاحتفالي الإلهي. وطبعا جميع المسيحيين في محافظة بيت لحم من بيت سحور، بيت جالة وبيت لحم يتوافدون لتقديم النذور، لتقديم الدعوات والصلوات. وأيضا كما نرى هنا ليس فقط المؤمنين من الكنائس المسيحية وأيضا من السكان المحليين لهذه البلدة، بلدة الخضر، وهي سكان من الأخوة المسلمين يتواجدون هنا، وكمان هم أيضا يكرمون القديس الخضر كما هم يؤمنون أنه القديس الخضر، لكن هو بالفعل هو القديس جورجيوس اللابس الظفر. اليوم هو يوم احتفالي والكل يأتي حتى يقدم الخمس خبزات عن نية الصحة. وكما نحن أيضا نقول لكل المستمعين كل عام وأنتم بخير في هذا العيد،
وكل إنسان يحمل هذا الاسم القديس المجيد، خضر، جوارجس، جيريس، جورجيت، جورجينا، يورجو، كلهم نقدم لهم المباركات الروحية، وكل عام وأنتم بخير، والمسيح قام، حقا قام. في كل بيت وعلى مدخل أكثر البيوت نجد صور القديس الخضر حامي وشفيع البلد، وهو يقتل التنين بسيفه، والذي رفض قتل المسيحيين بأمر من الإمبراطور وتمسك بإيمانه فكلفه ذلك تعذيبه وحياته حتى قطع رأسه، إلا أنه بقي حيا بروحه الحية وحياته الدائمة. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة الخضر جنوب بيت لحم.